برحب فيكم بالجزء الثاني من بالأول لليوم عبر صوت لبنان عبر الأثير وعبر الشاشة. وبسرني بالقسم الثاني اليوم أني استقبل المدير العام لإسي بيروت وزيسس بيروت الأستاذ مارك سيالي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بير، ميرسي على العزيمة. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك. رح نبدأ مع الاجتماع يلي صار ببكركي مؤخرا، يلي استدعى بالأمس رد من مطرانية أنطلياس ومن مطران أبو نجم كمان. هذا الاجتماع كيف قرأته اليوم؟ هو هنا اجتماع مع تسريب الأخبار للاجتماع المفروض يكون سري. كل يوم في خبر جديد. يعني بالأول كان، وهذا شيء منيح أنه عم تتغير الأساس، بالأول كان أنه كيف بدها تصير مستقبل المسيحية بهالبلد، الهيئة المسودة الجديدة أنه كيف بده لازم يصير لبنان، انه مناصفة وسلاح بس مع الجيش وهيك، يعني بطل انه بس مستقبل المسيحية حسب ما عم بيوردنا اخبار. انه صار هيك، وهو يعني البطرك كتر خيره بيناتنا، يعني انه كتر خيره عم بيجرب، لانه لا طاولة حوار بتمشي ولا انتخاب عادل. هو رفض الحوار وتكريس الحوار كمبدأ قبل كل استحقاق رئاسي، لأنه الدستور هو الذي يقرر. يعني هو لوجيك، يعني في معه حق أنه كل دول العالم بيروحوا النواب بينتخبوا رئيس، أم النواب الشعب بيروح بينتخب رئيس، بس هون مش مثل كل دول العالم بلبنان. وبعدين يعني عم بيجرب كمان يلملم شوي هالمسيحية اللي كلهم سوا مليون مليون بالبلد، وفي احزاب اكثر من امريكا اللي هن 350 مليون، وما حدا متفق مع الثاني، وبتتشقلب المعادلات كل يومين. ويعني يعني هيدي الوثيقه اللي حتطلع من كركي كتير مهمه، لان هيدي بيمضوا عليها كل المسيحيه ديجا، وبتقترح على بس في استثناء التيار المرضى لم يحضر هذا اللقاء. ليه برايك؟ لأنه عارف تيار المردة أنه الموجودين بهاللقاء ما رح ينتخبوا سليمان فرنجية، مش لأنه في موضوع السلاح وما بده يشكل إحراج بالنسبة لحزب الله، بده يسير حزب الله قد ما فيه. كمان مهني كمان بكركي عم بالمسودة عم بيسيروا حزب الله. كيف؟ عم بيقولوا أنه خلوا الجيش يستلم السلاح وضلكم حزب سياسي، يعني أنه عادي هيك عم بيسيروا؟ يعني شو عم بيقولوا له سلم سلاحك؟ أما هو بيعتقد أنا صار بمرحلة حزب الله أنه يمكن بيتمنى يتخلى عن شكل من السلاح، لأنه هو بمأزق حزب الله. أي بأي مأزق اليوم حزب الله؟ حزب الله اليوم إذا بنسمع كل قياداته وكل الشخصيات بحزب الله عم تحكي عن قهر العدو، عم تحكي عن إنه اللي جاي بعد أصعب على العدو حسب تعبيرهم، عم بيحكوا عن أمطار تل أبيب بالصواريخ اللي بعدهم بعدها بالمخازن وبعد ما استعملوها. كيف هو اليوم بمأزق؟ وشو بيعملوا فينا الإسرائيلية بس نحن نبلش الأمطار؟ يعني هو مأزق، لأنه هو معروف هني عم بيقولوا حزب الله ما بدنا حرب، لأن عارفين إنه إذا حصار حرب رح نصير مثل غزة، يمكن يأذون للإسرائيلية أكيد، بس إنه مين رح يربح؟ إنه الانتصارات الإلهية يعني مرات ما بتزبط على الأرض، بتزبط يمكن غير محل، بس على الأرض صعبة تزبط. يعني هي المشكلة أنه على طول ما في انتصارات، في انكسارات، إنما بياخدوها انتصارات وبيصير يقطفوها بالداخل. يعني بـ 2006 لبنان كله تدمر، طلعوا إخشي منتصرين إلهيا، بس الـ 2006 كان في العرب يساعدونا تيعمر. اليوم مين بده يعمر؟ ما حدا. بس اليوم عم بيفتحوا قنوات على العرب، يعني شفنا وفيق صفا بالإمارات، شفنا علي حسن خليل بقطر. برأيك شو رايحين يعملوا؟ خلينا نبلش مع وفيق صفا. وفيق صفا رح 3 أيام، هي مدة طويلة، وهي كان العنوان انه شوفوا كيف بفيهم يفرجوا عن المعتقلين اللبنانيين. بس هيدي تقريبا مبتوطة القصة، يعني ما مش عايزين انه وفيق صفا رايح يشوف، لانه الامارات كمان عم بتجرب تلعب دور مختلف عن السعودية وقطر، وقطر عم الامارات عم بتجرب تعمل انه شيء مثل زيرو كونفليكت، انه كل الناس اللي عندها مشاكل مع الامارات تعوا حلوها معنا يا شباب ومنحلل. تقربوا من سوريا من إيران، الإمارات تقربت من إيران وفتحوا سفارة بسوريا، وهلأ يمكن بيتقربوا أنه يعني حزب الله. وأنا بتفهمها، يعني نحن ضد الحرب، ونحن بنعتبر كميديا سيادة لبناني أنه
بس الجيش اللبناني لازم يكون عنده سلاح، وانه ما معقول هيك حزب ميليشيا تقرر انه لا خلينا احنا بدنا نعمل حرب، و80 85% مينيموم من الشعب ضد هالحرب. بس لما بتكون انت قوي مع مين بتتفاوض؟ حدا رح يجي يتفاوض مع المسيحيين اليوم اللي كل شارع عنده راي؟ القوي بده يتفاوض مع القوي، ومين القوي بلبنان؟ حزب الله. حزب الله. طيب امام هذا الواقع استاذ مارك، اي دور مطلوب من المسيحيين اليوم؟ بعدهم عم بيتناحروا بعضهم، يعني شفنا جبران باسيل عمل مع حفظ الالقاب طبعا، عمل خطاب من كم يوم، بدل ما يكون في ملاقات لهذا الخطاب شفنا هجوم على جبران باسيل وتخوين من قبل القوات اللبنانيه، يعني هذه المعزوفه اللي عمرها من التسعين لليوم، بيحكوا شيء التيار بينقضون القوات، بيحكوا شيء القوات بينقضون التيار، يعني يأسوا المسيحيين. يأسوا، وبدك دجا تقدر تلحق على مواقف التيار. بدنا نعرف مثلا اذا التيار بعده حليف لحزب الله، اتفاق مرم خير وين صار، شو وحده. بس كلام جبران باسيل الا يستدعي تلقف هذه المبادره من قبل القوات ومن قبل الكتائب ومن قبل المعارضه برايك؟ يعني مثل ما يقول بالفرنساوي شائي شو ديك هالو فواد، انه لما واحد بينكوي مره بجرب. اذا بنترجمها للعربي قالوا ليش عم بتنفخ على على اللبن؟ قالوا الحليب كاوين. انه يعني انه التجارب الماضيه تخليهم يمكن للباقيين يقولوا انه يمكن ثلاثه ترجع تفتل. مش معروف يعني، وبنفس الوقت معك حق، لانه بلد تيار صعب المسيحيه وحده موقفهم. واليوم التيار هو الاقوى اذا شئنا وابانا، يعني اليوم التيار اذا بيرجع مع حزب الله بيعملوا تسويه وبيجوا بيمشوا بسليمان فرنجيه، مع انه هلا شبه مستحيله، بيقدر يوصل اليوم مرشح حزب الله الى رئاسة الجمهورية. و انا ما بعتقد نخبز بالافراح للمسيحيين يعني. انا ما بعتقد التيار في عملها، لان التيار في عملها بس بلا جمهوره. لان الجمهور تبع التيار ما بقى هالقد بيعتقد انه الحل هي بالتوحيد مع حزب الله، لانه حزب الله عم بيغني غنيته وما حدا سئلين على التيار بحزب الله، انه هن حزب الله بدهم بس غطى مسيحي كان انه. طيب بما انك عم تحكي عن غطى مسيحي استاذ مارك، اليوم البعض يسال يعني حزب الله هو التيار، التيار الوطني الحر اليوم عنده كتله نيابيه كبيره، عنده تمثيل شعبي واسع جدا، بالوقت اللي سليمان الفرنجيه ما عنده نواب، عنده نائب في المجلس النيابي وما عنده هذا التمثيل الشعبي، اليوم اذا بنفكر بمصلحه التيار حزب الله، مصلحته مع التيار مش مع تيار المرده. اكيد ما هني حزب الله لا يغطيه مسيحيا اذا بده هذا الغطاء المسيحي. اكيد اكيد، عشان هيك حزب الله بعده عم بيسيره كتير لجبران باسيل، انه تعال نحكي وقعد معنا ونقعد معك، هو اللي عم بيقول لا وما بدي وما بدي حرب بده ينسحب، بده يسحب اليوم مرشح سليمان فرنجي بيمشي الحال. ايه ما هيدي، عشان هيك بعتقد هول الباقيين كتائب قوات اتسيتيرا انه عم بينتبهوا شو عم بيصرح جبران باسيل، لانه يمكن بعد يومين تتغير القصص. ما بعتقد، لانه هلا يعني انه قد ما تكون الاحزاب المسيحيه مهجمه مقسمه، انه بعد كل شيء انه يعني التيار الوطني الحر عنده جمهوره وجمهوره مسيحي، والجمهور المسيحي هلا روح هلا محل في كتير تيار انه ولا حدا بده انه حرب تحديدا بالجنوب. ايه يعني بالجنوب بالمناطق هون ببيروت، يعني انه ولا مسيحي بده حرب هلا انه مع اسرائيل، انه ودجا هن لازم يفسروا لنا انه ليش نحن الوحيدين على طول لازم نحارب. بس اذا هيدي النقطه رح ارجع ناقشها انا وياك، هي نقطه كثير مهمه، انه لماذا اللبنانيون هن بدهم يدفعوا على طول ثمن كل الصراعات اللي عم بتصير بالمنطقه. بس خليني انتقل مباشره الى الرياض مع الدكتور خالد الدخيل، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه الملك سعود سابقا. دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك، وانت كمان. دكتور، سؤالي الأول لألك اليوم هو من غزة، يعني هل برأيك إسرائيل ستخوض معركة رفح حتى لو لم تكن الولايات المتحدة إلى جانبها؟ هو الحقيقة لا يمكن أن تقود معركة رفح بدون موافقة أمريكية. نعم، هم يعتمدون في سلاحهم وفي كل احتياجاتهم العسكرية على
يعني على الولايات المتحدة. صحيح طبعا ممكن انه واشنطن ليست يعني ليست متحمسة لمثل هذه العملية، لكنها لو ارادت ان توقفها تستطيع ان توقفها. نعم، بس القرار في النهاية سيأخذه نتنياهو أو سيأخذه بايدن؟ القرار النهائي سوف يأخذه بايدن. نعم، طيب في حال اليوم صارت هذه العملية في رفح، أي تداعيات ستكون على المنطقة وتحديدا على العلاقات مع مصر، وثانيا على العلاقات الإسرائيلية السعودية، خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين كان قد تحدث عن إعادة تسخيم للعلاقات في مجال التطبيع أو في سبيل التطبيع بين المملكة وإسرائيل، وهذا الأمر يلي كان توقف أو تفرمل من بعد 7 أكتوبر؟ السعودية لن تقبل طبعا أي عملية تطبيع مع الولايات المتحدة بدون دولة فلسطينية، بدون يعني طريق ينتهي بإقامة دولة فلسطينية. هذا الموقف المعلن للرياض. نعم، التطبيع مع إسرائيل أصدق مش مع الولايات المتحدة. أقصد شفت كيف هذا تأثير الصيام مشكلة. ولا يهمك. لا طبعا التطبيع مع إسرائيل، التطبيع مع الولايات المتحدة بدأ منذ أكثر من 100 سنة تقريبا. يعني برأيك تكون في تطبيع مع إسرائيل بين إسرائيل والمملكة، إذا فينا نقول الشرط الأول هو قيام دولة فلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوق وتمثيل الشرعي، إذا فينا نقول. لا، هو في شروط طبعا، في يعني المفاعل النووي، البرنامج النووي. نعم. وفي عملية طبعا التعامل بالتفضيل في موضوع الأسلحة من الولايات المتحدة، وطبعا والدولة الفلسطينية، 3 شروط. نعم. دكتور، اليوم أي دور تلعبه المملكة في حرب غزة؟ يعني أي دور أو فيها تكون اليوم هي الوسيط مع الولايات المتحدة لتخفيف وطأة هذه الحرب عن المدنيين وعن اللاجئين اليوم يلي هم موجودين في رفح؟ هو طبعا ممكن طبعا، يعني لا شك أن الولايات، لا شك أن السعودية لا تستطيع، لأنه ليس لها علاقات مع إسرائيل، لا تستطيع أن تتفاهم مع الإسرائيليين بشكل مباشر. نعم. فهو عن طريق الولايات المتحدة. والسعودية كما مصر كما بقية طبعا دول المنطقة هم يعارضون هذا التطور ويريدون للمنطقة أن تستقر. نعم. دكتور. أيوة. نعم دكتور، بدي أسألك كمان عن الاجتماع بالأمس، يعني لماذا الاعتراض الروسي والصيني على القرار الأمريكي بمجلس الأمن في بشأن غزة بالأمس؟ كان في اعتراض روسي وصيني ولم يصد مجلس الأمن. نعم، هذا متوقع على الاتحاد طبعا، هذا يعني هذا صراع الدول الكبرى. نعم، والولايات المتحدة يعني اعترضت على القرار الذي تقدمت به الجزائر، وأيدته الصين وروسيا. يعني كأنه شفنا معاملة بالمثل بالأمس. تمام. طيب بدي أروح أنا وياك إلى الشق اللبناني. اليوم في، إذا فينا نقول، خفت وتيرة المواجهات في الجنوب في الأيام الماضية، وما هو مصير لبنان بعد انتهاء حرب غزة برأيك؟ والله شوف يا أخي، موضوع لبنان موضوع صار متداخل وشائك، و حزب الله وقوى خارجية يعني تحتاجون أنتم، ينقصكم في لبنان وجود الدولة. نعم. صاحبة القرار النهائي. ولكن حزب الله يعطل وجود الدولة دكتور. صحيح صحيح، حزب الله هو الذي يعطل وجود الدولة، وهو المسيطر اليوم على الدولة اللبنانية بكل تفاصيلها. إذا فينا نقول صحيح، هذا طبعا هاي يعني كيف استطاع حزب الله أنه يعني ينجز هذه المهمة من خلال عناصر وقوى لبنانية، الذي خاضع والذي خايف والذي متعاون والذي أنت ما تعرف إيش الحكاية. طبعا مش ممكن أنه حزب الله يفرض سيطرته يعني بدون موافقة يعني قوى وأفرقاء لبنانيين. نعم.
بس حزب الله يفرض سيطرته على اللبنانيين بقوة سلاحه وبقوة الخوف الذي ينشره في لبنان، إما أن تكون معي أو أنت خائن وبيتحلل دمك يعني. صحيح طبعا، هذا كله صحيح، لكن يظل في شيء اسمه المقاومة، المقاومة في سبيل الدولة، نعم، وفي سبيل استقرار واستقلالية القرار الرسمي للدولة. نعم. طيب اليوم أي دور للمملكة في لبنان في هذه الفترة؟ يعني من سيساعد لبنان اليوم لكي يتحرر من قبضة حزب الله، خصوصا أنه حزب الله اليوم يعمل على إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية؟ في حال وصل مرشح حزب الله اليوم إلى رئاسة الجمهورية، ما يعني أن لبنان أصبح تحت القبضة الإيرانية كاملا يعني. أي صحيح، لكن يعني بدون تعاون لبناني أو عناصر لبنانية في هذا الموضوع، لا السعودية ولا غير السعودية تستطيع أن تفعل شيئا. نعم. لازم، لا بد من مشاركة اللبنانيين. ما هو حزب الله فريق لبناني، صح؟ نعم. وبالتالي يعني فرض إرادته. أنت تحتاج إلى أفريقاء وقوى لبنانية، نعم، يتقف مع السعودية أو تقف مع مصر أو تقف مع الدول العربية لحماية لبنان من الهيمنة الإيرانية. نعم. نعم دكتور، سؤال أخير. السعودية والمملكة العربية السعودية هي جزء من اللجنة الخماسية اليوم التي تسعى إلى حل موضوع انتخاب رئاسة الجمهورية. المملكة العربية السعودية اليوم تقف بحزم ضد إيصال مرشح حزب الله إلى رئاسة الجمهورية؟ أعتقد أنه اللجنة كاملة تقف بشكل جاد لفرض رئيس لبناني وليس مفروض من قبل حزب الله. نعم. لكن هل اللبنانيين يستطيعون انه يقفون مع هذا القرار ويصمدون مع هذا القرار ولا لا؟ نعم. دكتور، انا بدي اشكر مداخلتك مباشره من الرياض، شكرا لك عبر اثير صوت لبنان وشاشه صوت لبنان، شكرا لك. شكرا لك. استاذ مارك، رح ارجع انا وياك ايضا، يعني كنا عم نحكي مع دكتور دخيل كمان، اليوم اي دور للمملكه العربيه السعوديه بهذا الاطار، يعني في الوقوف لمنع ايصال مرشح حزب الله الى الرئاسه، لانه في حال وصل مرشح حزب الله الى رئاسه الجمهوريه اصبح لبنان كاملا تحت القبض الايرانيه وخارج الجامعه العربيه وخارج الحضن العربي يعني اللي احتضنه لسنوات. يعني نحن بمشاكلنا عنا حظ انه يكون سفير السعودي بلبنان هو سفير بخاري، لانه فهمين كل القصة. بس في مشكلة مع السعودية مش عم بيفهموها كتير المسؤولين اللبنانيين، انه المسؤولين الجداد بالسعودية ما عندهم هالعلاقة هيك المحبة مع لبنان مثل اهلهم اللي كانوا يجوا يصيفوا بلبنان ويحبوا لبنان ويستثمروا بلبنان. هنا ما عندهم مصالحهم ومعهم حق، ومصلحتهم انه هلا بتقول انه شو يعني شو بدنا نجي نعمل. وبالرغم هذا فايتين باللجنه الخماسيه، بطلنا نعرف وين بتجتمع ومين بتجتمع، صار ساعه الوزاره الخارجيه، ساعه السفره، هلا باول هلا هيئته السفير المصري بلبنان، يعني كله هذا تحضير. وبعتقد كله هذا ما بيزبط، يعني حضره الدكتور انه كلنا مفكر انه لازم الدوله، يعني اكيد مفكر، بس مين بده مين الدوله؟ مش عم فيها تسكر جوره بالطريق الدوله بتجي، ما في دوله، وين في دوله؟ لا في رئيس جمهوريه، وصلنا سنتين، كل ست سنين بمرقون لسنتين انه ليكوا فيكم تعيشوا بلا رئيس جمهوريه، شو مصيبه؟ شو يوم بيلغوا هالمنصب بيوفروا قرشين يمكن، ما بعرف. والمسيحيه بيتناحروا كل اثنين، كل مراني بفكر حاله بده يعمل رئيس جمهورية، وحزب الله مسيطر، وحزب الله هو اللي بيقرر كل شيء. وأي دولة كيف بدها تمشي الدولة؟ مين ومنين بدها تجيب مصاري تتمشي الدولة؟ يعني هي مثل الدجاجة والبيضة، يعني إذا ما ساعدونا إخواننا بالخليج شوي مصاري للدولة مثلا، بلا ما يسرقون بالدولة المصاري، انه كمان فينا نتحرك شوي، الجيش فيه يتحرك، يعني المؤسسات فيها تتحرك، بس كله مكرسح.
وسنتين بلا رئيس جمهورية. وأنا بعتقد عودة لسؤالك قبل أنه هلأ دور قطر ودور الإمارات الآتي حتى بالنسبة للاستثمارات اللي حتصير إذا صار شيء حل بلبنان بلبنان عم بيسبقوا السعودية. يعني أنا ما بعتقد أنه هالقد مش مهم لبنان للسعودية تما يهتموا أبدا بالسعودية بلبنان. يعني بس نحنا مش نحنا مش أنا وياك يعني هذه حرب الكابتاجون على السعودية. مرة السفير السعودي قال 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 بمحاضرة بجلسة إنه هذه حرب كيميائية إنه كذا 100 مليون حبة كابتاجون عملية لوجيل حرب يعني. كيميائية. بس يعني لازم السعودية أنا برأيي بلا السعودية ما بصير حل. إنه قطر عراسنا وإمارات عراسنا بس إنه السعودية ومصر ما بتشوف. دكتور قدي اليوم تخشى من تسوية تكون على حساب لبنان؟ يعني النائب سامي الجمي رئيس حزب الكتائب من يومين كان في عنده حديث للأنباء الكويتية يتخوف من تسوية كما كالتي حصلت في العام 90 يلي خرجوا المسيحيين من الدولة وخرجوا من كل السلطة لأنه كانت على حساب وتم تسليم البلد إلى حافظ الأسد بهداك الوقت. اليوم قديش المجتمع اللبناني أداء المجتمع المسيحي اليوم قادر يتحمل هكذا تسوية؟ وهل اليوم المسيحيين في ظل الهجرة الكبيرة يلي عندهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب قادرين يتحملوا هيك تسوية اليوم على حسابهم تكون؟ لا أكيد. وخلق زعامات جديدة مثل يلي خلقوها بالتسعين؟ بالتسعين كانت غلطة فظيعة ديجا أساسا غلطة أمريكية. لا غلطة نحن غلطة لبنانية انه نحن كل الدنيا راحت ضد صدام. نحن رحنا تحالفنا مع صدام. يعني انه في ابشع من هيك قرار انه رحنا صرنا نجيب سلاح عن صدام تنقتل بعضنا. كان يبعت لهو لهو يقتلوا بعضهم. انه وكل العالم ولعبة استفيد منها حافظ الاسد. بس هالمرة المسيحية المشكلة انه ما قالن صوت. ما قالن صوت. كل واحد بيحكي عن مواله ما لهم صوت. طب يفتقر وأنا... الشارع المسيحي اليوم برأيك إلى رجالات؟ أكيد إلى يعني ما بقى همات كبيرة مثل اللي كانت موجودة في السابق. We are in a key moment with no key personalities. هاي المشكلة بلبنان بأوقات مصيرية من دون رجال مصيري رجال يقررون المصير كما قرروا المصير في الماضي. يعني بدنا مع كل تواضع بدنا دوغول بدنا تشرشيل بدنا حتى ستالين. يعني بدنا حدا يوقف اليوم بلبنان باسم المسيحية. بدنا ديكتاتوري عادل أو شو واحد إنه بيقول خي أنا هيك رح أقرر. نحن مش معقول هالتشتت. مين بعدين مين بده يحكي مع المسيحي؟ يعني قرفنا الدنيا قرفنا الدنيا. في شاب صاحبي هذيك اليوم عم بيقول لي إنه في قرف بيصير قرف بيقرفوا الناس. يعني قلت له شو قصدك؟ قال لي روح شوف على هودي اللوحات على نهر الكلب. عرفنا نبوخذ نصر وعرفنا الفراعنة عرفنا الفرنساوية عرفنا الجيش السوري. حدا بيعرف الجيش السوري فيلم من لبنان؟ عرفنا الدنيا. يعني الله يساعدهم هودي الكادات يعني اللجنة الخمسية والله يساعدهم لودغيان والله يساعدهم كل هالناس اللي عم بيجربوا. بس كمان يعني بما أنه جيت على سيرة لودغيان فرنسا يعني بفترة مش من زمان والمبادرة تبع لودغيان كانت ممكن تكون على حساب المسيحيين. يعني كان بدأ أنه يجي رئيس سليمان فرنجي رئيس للجمهورية مقابل رئيس حكومي للمعارضة كمان كانت عم تشتغل مصلحتها ضد إذا فينا نقول الخط التاريخي للمسيحيين. ايه هني غلطوا الفرنساوية كتير بهالشغلة واعترفوا أنه غلطوا وتراجعوا. بس ليه غلطوا وليه تراجعوا؟ هون برد على سؤالك الأول بجاوب. لأنه لما الناس فيها تقول لا الشعب اللبناني لا ما بدنا. يعني الشعب اللبناني مسيحي وإسلام ما بدهم هيمنة حزب الله على البلد. بدهم بلد منفتح بلد يعني الناس تنبسط فيه بلد الشباب لقوا صار بيمرقوا. هيدا الأمر يلي ما بده إياه حزب الله. ما بده لبنان سويسرا الشرق بده لبنان منصة للمقاومة مثل ما قال مرة جنبلاط وليد جنبلاط قال بدنا ننقي. نحن هاي من زمان قالها صحيح. قال بدنا ننقي بدنا نكون هونغ كونغ أو هانوي. نحن رايحين على هانوي إنه دمار يا خيلي شو خصنا
شو خصنا بعدين؟ هون بدنا نفوت استاذ مارك بقصه الهويه اللبنانيه، صار في ثقافتين بلبنان بيتناقضوا مع بعضهم. يعني في ناس بدها تعيش تخلق لتعيش، في ناس بتخلق لتموت. يعني بدها كل هدفها بالحياه تروح تستشهد. مشان هيك بفتكر كمان حزب الكتائب حكي عن الطلاق. ايه ما فيك تعيش مع حدا عقيدته وكل هدفه بالحياه انه يكون قاعد الباروده حده وما بتعرف اي ساعه بده يستشهد وبدك تروح تهنيه انه هو مات. يعني في شيء نحن بنجيب اولاد على الدنيا ليعيشوا مش ليموتوا. ايه واللي عم بيفلوا اولادنا نحن، بس هو كمان ضحيه. اللي عم بيموت اكيد ضحيه لانه غسيل الدماغ اللي معمل له كارثه، ولانه القرار عم بيتاخد بموت هودي الشباب باربع خمس ختياريه عمره صغير، فيهم عمره 90 سنه قاعدين بطهران، وهن عم بيقرروا انه نحن لازم يستشهدوا ان كان الشباب شيعة، بس هن مصدقين بغسيل ادماغ اكيد. اذا بدنا نروح كمان الى الشق التربوي، الامور اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا، يعني شو عم بيصير ببعض المدارس بمناطق سيطره حزب الله، كيف عم بيربوا الاطفال، على اي اغنيات، على اي اناشيد، لبنان غائب كليا، ما بتشوف علم لبناني موجود، تأليه الزعامات الغير لبنانيه، يعني ايه ما هي ولايه الفقيه على اي مستقبل رايحين يعني. مشان هيك اليوم صار في لبنانين. ايه اكيد في لبنانين، ما هو ديجا قبل هالقصة ما في شعب لبناني، في شعوب بلبنان ما خصهم بعضهم كتير. وهلأ يعني بس مؤخرا قدرنا وصلنا بفترة معينة إلى نوع من الطلاق أو التشابه بطريقة الحياة، واليوم هذا الأمر غير لم يعد موجود مع حزب الله والمناطق اللي بيسيطر عليها أكيد لا هلأ بالمناطق اللي بيسيطر هلأ ما فينا ندمج أنا بعتقد بين الشيعة وحزب الله، لأن في كتير شيعة. لا أكيد وفي تململ اليوم داخل الطائفة الشيعية مما يحدث في الجنوب، لأنه الطائفة الشيعية وجزء كتير كبير من هؤلاء يقولون أنه اليوم نقاتل مع حماس غدا قد نقاتل حماس أكيد. لأنه في تناقض بالإيديولوجيا كتير كبير. بعدين مين وحماس لا تشبه الشيعة في لبنان. لا ومين مين مين عم تدمر بيوته لا. ومين عم بيتهجر ومين الشيعة إنه طيب إنه بس هيدي صار لها إيران. بس ليش الشيعة عطول هن اللي بدهم يدفعوا الثمن من 48 لليوم؟ دفعوا ثمن النزوح السوري النزوح الفلسطيني، بنعرف الفلسطينيين شو عملوا بالشيعة وبالجنوب. يعني اليوم البعض يعيب على الشيعة انه ايه كبيتوا رز على الاسرائيلي، بس انتوا روحوا شوفوا الفلسطيني شو عامل بالشيعة بالجنوب لوصلوا لهذا الامر بهداك الوقت. يعني عم بيدفعوا الثمن الوجود الفلسطيني عندهم، وعم بيدفعوا ثمن الاحتلال الاسرائيلي، ليش هن على طول بدهم يضلوا يدفعوا هذه الاثمان؟ عم بيدفعوا لانه مثل المسيحيه، مش الشعب المسيحي اللي عم بيقرر، هن ما بيقرروا، قلت لك القرار بطهران وبعيد عن طهران، وبيعرفوا الايرانيه هنيك انه اذا صار حرب اقليميه صعب كتير تصير دجا، وصعب كتير انه يتدمروا هن. بس انا وياك هلا بدنا نروح نتغدى ان شاء الله، او ما نتغدى اذا صايمين، بس انه بس نحن ورايحين يمكن ينزل صاروخ علينا، لانه اربع ختياريه بطهران مقررين، وهالقرار الفرس اخذينه من 2500 سنه، كان صار لهم 2500 سنه عم بيجربوا يوصلوا على المتوسط، وكانوا بالاول حاربوا اليونانيه، هلا عم بيحاربوا الغرب وخسروا كل مره، خسروا ولا مره ربحوا، وهالمرة رح يخسروا، لأنه ما معقول تمشي معهم، لأنه صار 300 شاب ميت بالجنوب. طيب شو يوم بده حدا يسأل ليه نحن وخي عراسي مزارع شبعة لبنانية وكل الجولان لبناني عراسي إذا بدنا، بس الدولة اللي لازم تطالب فيهم مش ميليشيا تروح تتحارب. وبعدين قبل ما نحن نفوت يتفضلوا المئة مليون مصري اللي هن سنة وجيرانهم لحماس يساعدوا حماس أهل غزة، ويتفضلوا الفلسطينية الداخل إسرائيل يساعدوا الفلسطينية، يتفضلوا فلسطينية الأردن وفلسطينية الضفة يساعدوا الفلسطينية، تفضل سوريا. بفتكر اليوم الامور صارت واضحه، يعني عم تنكشف الامور اكثر واكثر لدى الطائفه الشيعيه تحديدا في لبنان، وبلشت تنكشف الامور خصوصا بعد 7 اكتوبر. اكيد، وبعد 7 اكتوبر هلا بلشنا نكتشف كمان انه ما كانوا كل الهيئه على علم بحجم العمليه، انه يمكن حزب الله ما كان معه كل المعلومات اللازمه ولا الايرانيه،
وانه يحيى سنوار شوي هيك ارتجلها، بس انه اكيد بس انه محور هذا المحور اللي شو بسموه ممانعة انه وقف علينا. سوريا وين من كل ما يجري؟ سوريا بتكلها غارات وترد في الوقت والزمان المناسب. يمكن ما بيستنكروا، مش عم بيستمعوا، بيستنكروا بأوسوا على الطيارات، بأوسوا على الصواريخ، ما بعرف. سوريا قاعدين على رواق، وهن يعني انه مش هالقد بيحبوا الفلسطينية يعني بنتذكر شو صار بلبنان بال76 وبالثمانينات وبنتذكر يوم ما دخلوا الى المخيمات وما وبنتذكر شو قتلوا اكثر ما قتلت اسرائيل بالمخيمات. وينو كامب اليرموك؟ اذا حدا في يفسر لنا وين صار كامب المخيم اليرموك. وبالاردن ما كثير بيحبوا الفلسطينيين، نعرف شو صار شو عمل فيهم الملك. نحن مجبور، نحن بنحبهم، نحن بنحب الكل، نحن ضعاف وقال بنحط هيدي على ظهر الكلب ومنفل كمان لأنه منقرف حياتنا. بس نحن منحب الكل، بس أنه عمالكم شوي، نحن بعمش حرب 15 سنة وأزمة اقتصادية وهجرة، صار واحد بمرق بالشوارع بعض الأحياء ما بيلاقي لبناني، واللبناني اللي بيلاقيه صار مقوى عجز في الختيارية قاعدين هون، ولادهم برا وما في حدا، ما في حدا تطلع حوالينا، كله فل. لأن بيقلك شو بدي أعمل هون، شو بدي اعمل هون؟ انا اولادي بحبوا كتير لبنان مثلنا، اولادي توفوا اهلي، كانوا يجوا كل سنه على لبنان، توفوا اهلي عن قريب، بقى عم اقول لهم هذيك المره بدكم نظبط بيت اهلي، قالوا لي لشو؟ ما بقى في تيتا وجدو. قلت لهم واقف بالنسبه لكم على تيتا وجدو. في صرنا مجتمع كهل خلص. مثل ما بيقولوا لانه في هجره كتير كبيره، بس يموتوا الاهل لما لا يروح ما بيرجع، ما بيرجع، ما بيقعدوا يجوا، شو بدهم يجوا يعملوا؟ البحر ملوث، كل الهواء ملوث، الهواء ملوث، اذا اكل واحد خاص بيموت، اذا يعني انه طيب. سؤال اخير، بظل هذه الصوره القاتمه اليوم عن لبنان، تعتقد لبنان رايح والمنطقه الى تقسيم؟ يعني في بوادر تقسيم بالمنطقه برايك؟ لا، ما بعتقد في تقسيم جيوغرافي، بعتقد في تقسيم الهيمنة، يعني منطقة تخضع لسيطرة هيمنات. انه يعني هلا شوف اسرائيل بقى مأزق واقع. لبنان وين رح يكون برأيك تحت هيمنة مين؟ انا ما بعرف. بدنا ننطر حرب غزة لا تخلص؟ اكيد بدنا ننطر، اذا خلصت بس ما بنعرف كيف تخلص. وما حدا عم بيخطط لطريقة اللي بتخلص فيها حرب غزة يبنى على لبنان مقتضى. اكيد اكيد، بعدين بدك ما حدا ما عارف كيف بدها تخلص يعني. هلا رفح شو بنعمل؟ شو بيعملوا؟ بدهم يقضوا على حماس او ما بدهم يقضوا على حماس؟ قادرين يقضوا على حماس؟ ما عم بيفاوضوا معه، كيف بدهم يقضوا معه عليه؟ بكره بيتفقوا انه يحيى سنوار متخبى من اي مدري اي تحت الارض، انه يروح يقعد بتونس او بقطر مع الباقيين، مثل ما بعثوا لنا عرفات بالزمان، مثل ما بعثوا له، بيروح بيلاقوا له اوضه بخمس نجوم، اوتيل خمس نجوم بشي محل. بس انه مش عم حدا عارف رح تخلص غزه. هلا هيدا كمان المعطر انطونيو غوتيريز، كل الناس اللي بيسبوه من هون وبيسبوه من هون، جاي التنين على مصر، بده يروح على حدود مع غزه تشوف شو بينعمل، شيء انساني او شيء عم يفكر بالامور الانسانيه وكيفيه ايصال المساعدات، ما يكون انه عم بيقولوا هلا بدك تشوفها كمان اذا بيضلوا بغزه الفلسطينيه او بيجوا لهون مثلا. ما بعرف في معقول كتير يجي قسم منهم لهون، ما بتعرف مين بده يمنعهم، ما في دولة اي دوله صحيح، مثل ما اجوا النازحين السوريين. وبنشكر الله عنا جيران بيهونوها كتير للمراه، خصوصي على الخط الشرقي، عشان هيك يمكن ما بقى بدهم التوريت، فقوا هلا على التوريت. شكرا لك استاذ مارك، على امل لقاءات اخرى عبر صوت لبنان. اهلا وسهلا فيك لهون نوصل. اهلا وسهلا فيك لهون نوصل لختام هذه الحلقه. شكرا لكل يلي تابعونا، والكن دائما اطيب التحيات مني انا بيير البيع، ودائما عبر صوت لبنان.